معكم من مدرسة العراقية الألمانية للصف السادس. تجربتنا اليوم عن الدائرة الكهربائية. درسنا اليوم الطاقة الكهربائية هو الطاقة الكهربائية من الطاقات المهمة في حياتنا وما نقدر نعيش بلاها. تمام؟ فراح نشرح أول شيء عن تجربة الدائرة الكهربائية ونفهمكم شو الحين ما معنى الدائرة الكهربائية. الدائرة الكهربائية تتكون من مصدر الطاقة البطارية وتتكون من أسلاك توصيل وتتكون من مصباح كهربائي وهو الأداة التي يمكن من خلالها التحكم في غلق الدائرة الكهربائية أو فتحها وتتكون من مفتاح كهربائي. هذه بالنسبة لعناصر الدائرة الكهربائية. زين إذا أردنا نغلق أو نفتح الدائرة الكهربائية شو؟ بعد غلق المفتاح الكهربائي عن طريق بعد غلق التيار الكهربائي عن طريق أسلاك توصيل أو المفتاح الكهربائي فإن هسه شنو صار؟ لأن الدائرة الكهربائية لأن المصباح الكهربائي يبقى مضيئا يسر التيار الكهربائي عن طريق أسلاك توصيل وعند قفز التيار الكهربائي فإن المصباح الآخر لا يضيء. وتتكون الدائرة الكهربائية من الدائرة تتكون من طريقتين دائرة التوالي ودائرة التوازي. دائرة التوالي يكون سريان التيار الكهربائي بمسار واحد لا يتفرع فإن التيار الكهربائي ينتقل من البطارية إلى المصباح الأول ومن ثم يعود إلى البطارية فيضيء المصباح الكهربائي. وعند فصل أحد المصباحين فإن المصباح الآخر يبقى مضيئا. ودائرة التوازي فإن التيار الكهربائي ينتقل بنقطة واحدة ينتقل من البطارية إلى المصباح الأول عبر تفرع واحد ومن ثم إلى المصباح الثاني عبر تفرع اثنين ومن ثم يعود إلى البطارية فيضيء المصباحان الكهربائيان. وعند فصل أحد المصباحين فإن المصباح الآخر يبقى مضيئا.